الاستاذ عطير مشى الدفاع ديال المتهمه الملتقى في ملف ما باش يعرف باسكوبار الصحراء. الاستاذ الملف هذا فيه بزاف ديال القيل والقال. بغينا نعرفوا الاستاذ المتهمه ديالك باش مشابهه. اولا السلام عليكم ورحمه الله. اولا اقول للجميع وللراي العام بان هذا ملف بحال سائر الملفات، ملف عادي، ولكن كثر القيل والقال حوله. لماذا؟ لتواجد يعني المشتكي اللي اصبح الان مطالب حق المدني هو شخص غير مغربي، يعني انه اجنبي، وبالتالي هو يعني مرتبط بمجموعه من الافعال اللي هو الان يحاكم حكم من اجلها ويقضي عقوبه سجنيه، وبالتالي هذا هو اللي اعطى المنحه لهذا الملف، واصبح يعني هذا الملف يعني له هذا يعني الهاله، وهو في حقيقه الامر مجرد ملف عادي لا اقل واكثر كسائر الملفات. فيما يتعلق بالموكله ديالنا اللي هي استاذه وموثقه، ويعني شاءت الاقدار بانها انا تكون متابعه في هذا الملف بيعني جنايه اللي تتعلق ب يعني التزوير في محرر رسمي. لكن الامر بخلاف ذلك، اليوم تقدمنا بطلبات للمحكمه من اجل احضار الاشخاص اللي اقتنوا هاد الشقق، وهما جوج ديال الاشخاص وكذلك الزوجات ديالهم لانهم كانوا معاهم شركاء معاهم في هاد الشقق. كنا سابقا دلينا في اطوار يعني المراحل المتقدمه ديال التحقيق بشواهد الملكيه لهاد الشقق، تبتات بان هاد الناس سجلوا وحفظوا وان العقود لم يعني ما وصل حتى شي تغيير في الحقيقه ديالها ولا التزوير. وبالتالي احنا اليوم جينا كنطلبوا من المحكمه ان تحضر لنا هذا بن ابراهيم اللي كيدعى سابقا انه التوقيعات على العقود اللي ماشي ديالو، في حين تبتات الخبره اللي دارتها الشرطه يعني الفرقه الوطنيه وهي خبره علميه تبتات بان التوقيعات ديالو. وبالتالي هذا الرجل الذي يقول الكلام كما قلنا المحكمه ويقول نقيده، هذا الرجل الذي قال تصريحات تبتات من الناحيه العلميه بانها يعني تخالف الحقيقه، هذا الرجل الذي يعني ادعى على مجموعه من الاشخاص وكان سببا في جزهم بهذه السجون، لان كما يخفى على الجميع هذا الملف ولو تقلبوا كله لا وجود لا يعني لا محجوز ولا مخدر ولا اي شيء، مجرد تصريحات واقوال ديالو اللي اعتبرها بانها ادعاء وشكايه. نعم احضار الشهود. نعم احضار الشهود، جميع الشهود اللي له اي واحد سواء المصرحين ديال المحضر لانهم التمسنا من المحكمه انها تستدعيهم، او سواء بعض الاشخاص الذين ذكرت اسماءهم ولم تستمع اليهم الفرقه الوطنيه، قلنا باستدعائهم، قمنا باستدعائهم عن طريق شهود اللائحه الدين عليهم. الزوجه الثانيه ديال من؟ الزوجه الثانيه ديال لا ديال من؟ شكون كتقصد؟ الزوجه ديال بن ابراهيم. لطيفه رأفت كتقصد ولا؟ كاين الثانيه فدوى. وشوف هما بالنسبة لابن ابراهيم يعني هاد الشخصيتين، سواء الشخصية العمومية اللي لطيفة رأفت اللي كعرفها الجميع، وسواء الزوجة ديالو الأخرى، فالهدف من يعني أننا نلتمسوا الدفاع التمس استدعائهم هو الوقوف على الحقيقة وتنور العدالة. البرنات اللي في السعيدية. نعم. هما الذي تكلمنا عليهم هما مرور الفرص، هما اللي قلنا بان التوقيعات كلها سليمه وصحيحه، وقلنا العقود بانها سليمه وصحيحه، وقلنا بان الناس راه استافدوا وحازوا وباعوا وشراوا وما كاين حتى شي حاجه في هذا. بالنسبه للعشاء الاخير هذه الواقعه هذه تتعلق ب يعني لقاء مجموعه من الاشخاص في مكان واحد، هذا هو بين قوسين كيقول ما هو الهدف منه، واش كانوا كيتواجدوا في موقع واحد. هنا باش نحسموا هذه النقطه تقدم الزملاء بملتمس للمحكمه من اجل يعني احضار الوسائل التقنيه التي تم التعويل عليها والتي تم يعني استغلال يعني اعتمادها في القول بوجودهم من عدم وجوده. اذا ذاك اللاقط بغاو باش يجيبوه باش نتعرفوا. كاين المصرحين وكاين شهود لائحه واستدعيتهم باش يحضروا. نعم الجميع الجميع الجميع، كل من ذكر اسمه من قريب او بعيد في هذا الملف الا وتم استدعائه، اللي طالبنا باستدعائه التمسنا استدعائه، ولكن المحكمه هي اللي غتقول الكلمه ديالها.